احنا والله ما بنينا، والله ما بدينا، ما بنينا مو بدرسنا الا على كلام. اتفقت خالد لانها سريه. مقرن اقول لك حاجه، تتفقون معي اذا لو كانت على كذا فعلا اشوف بدر الشمري غير بدر الشمري الاول. بدر الشمري والله فكرت اذا كانت علاقات اسريه. لا والله بعلمك، انا بعلمك. افرض ان احنا كل بنا سوينا علاقات اسريه، اوكي سوينا حلو. هو ايش قال؟ قال انها يا اخي هم ايش قالوا من اول؟ قالوا تجيب الحاجه النادره. نادره الحاجه الحلوه. انا جبت النادره الاسبوع اللي راح، اعطاني الرابع. وانا جبت الحاجه والله ثلاث مرات اجيب الحاجات النادره. يا اخي هو يقيم على حاجات كثير يا اخي، يقيم على التكلفه الصعوبه. هو كان رده على بدر سهل، قال هذه كلنا نجتمع معنا ما جبت حاجه. قال لا في البعض ما يجتمع. لكن نفس الموضوع. صدق في ناس بس هي نفس الموضوع. بس دي يعني انت موضوع ما على يا اخي. طيب انا في نفس الموضوع. طيب انا افضل منهم مبادرتي، ما اخذ الاول. شوف ماخذ الاول. لا ما نفس الموضوع. انت اخذت الاول عرفت، بس ما هي نفس موضوع. يعني ايه؟ ما نفس الموضوع. ما هي تطوعيه يا اخي. كل اعضاء الاسره بدءا بالصغير الى الكبير، كل من يصلي في المسجد من اعضاء الاسره يقدر يشارك في هذه المبادره. هو يقول عشان كذا ايش اللي يفرق؟ يفرق الندره يا اخي، انها نادره، شيء نادر. يعني حنا ثقافتنا اسريه واجتماعيه تهدف الى تعزيز العلاقات الاسريه. ما ادري انت اللي عند الناضج، خليتك رحت. انا بالنسبه لي لو قال قيمها بدر واحد والله كذا، بدر الشمري واحد صراحه، وباقيها الثاني اللي يشغل المايك حقه عشان محسن، البقيه صفر صفر صفر. خلونا من الثقافه المجتمعيه. انا خلاص قررت من اليوم رايح. انا قررت معك، قررت من اليوم رايح اني ما اقترح للشباب اللي عندي اي فكره، لان كل الافكار اللي اقترحها لكم صفر. يا اخي حرام مش قول. انا بعد قررت اني ما اسوي شيء، والله تعبت والله. ما ريالتي ما قدرت اعيشها بسبب المبادرات والدراما. الدراما تعبت فيها. لا وش سويت فيه؟ اسمع لا تدخل فيها ولا لا. والله ما اتدخل ولا اتكلم. اعطيتها غازي. انا اقول لك اخر لحظه قاعد تعال اكتبها. شوف انا ماني فاهمها اصلا. راح اكون معكم نفس هذه الوساده. بس ترى صدق والله ما سمعت ثقافه اسريه. والله كذا نفس الشيء. والله ما سمعت حتى كلها ترى اللي كتبناها ثقافه اسريه. لا احنا الوحيد اللي كتب اسريه بدر شكيب. المهم الخاتم يا محمد المطير اسمع. عموما اسمع انا الفكره ذيك الاوراق معك من هذا المنطلق. اسمع يا جابر حكمان تفضل. احنا رجال مع انشغلنا بالمبادرات وبالدراما أيوة. كل شيء. محمد مطيري. محمد مطيري. محمد مطيري شغل والله موتر. شغال الموتر يمكن ذاك شغل. شوف طيب شغال يمكن بطاريه. انا عارف يمكن البطاريه فيوز من قبلها. من قبلها والله. طيب زين بطاريتك بالله شفتك. مو عندنا هذا. ايش فيكم انت؟ بقول والله شغال. ها شغال. روح كمل. عبد القادر شكله ما عندنا. روح انت صح شغال زي اللهب. زي اللهب. زين المهم ايش اللي قررت يا عبد القادر؟ خبرنا خبرنا ايش اللي قررت. وانا نفس انا معك في القرار. خليك من القرار. لا خليك من القرار. اسمع خليك من القرار. قرار ولا جواب؟ لا اله الا الله. اسمع للامانه والله اننا نشغل بالمبادرات هذه ومبادرات وبالسينما عاد باجي الحين اطرك واحد واحد. بالنسبه لي اموري سليمه. ها انا سليمه اموري. انا سليمه. ايش يعني سليمه؟ يعني المايك شغال. انت انا عايشه. سليمه تعرف سليمه عايشه؟ والله انا اضاك سليم. انا حسن محمد. والله شغال يا ناس. والله شغال. مال ولد مالك شغال. طلع المايك. طلع المايك يا حبيبي. ما عندنا ما عندنا ما انا اتكل محمد طيب كان رايح محلنا يمكن مو عندنا محلنا شيء. لا لا عندي 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 حتى عندي كان المايك حاطه لاي ما ادري بنحط. سمعت اسمع العلم اللي قررته. بس انه شغال. انا قررت صراحه والله انه تشغلنا المبادرات والدراما. المشكله انه مو الكل يجتهد فيها عشان صح. مثلا انا اتكل على جابر خلاص ما عاد نفس الدراما حاليا ما عاد اشتغل خلاص. يلا ارميها على جابر ويلا جابر يسوي اللي تبغى. جت ما جت يا رماني خسران شيء. ايوه والله. شو بقول لك شيء. خليك يا خليك يا والله اتكلم جد. صحيح صادق. لهذا السبب انا اشوف يا انها يعني نترك المبادرات ولا شيء. لا 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 مو نترك نترك المبادرات فيها شيء مفيد لنا. حلوه حلوه اقول لك حلوه. فريق دعم سلطان، فريق دعم بدر، فريق دعم جابر، كل فريق دعم جميع دعم الشباب كلهم ابدعوا ترى. ابداع اللي بقول لك فريق الدعم مره رهيب. تدري ان الميزه الوحيده في الثقافيه يعني اللي تميز فيها عن الفقرات الثانيه مشاركه فرق الدعم. اي مره حلوه هذه. هذا اللي عاجبني في الموضوع. انا ما اتكلم كذا عن فرق، انا اتكلم كمتسابقين. ايوه انا اقول لك انه في يعني بعض الشباب انه يتكل على خويه خلاص ما عاد يشتغل. واللي يصير على عرفت على كلامك يا عبد القادر اللي يصير ان الثانيين اللي ما جيوا معك اللي بيروحون يكونوا شغالين جالسين يسوي شغله وشو حركات نفس اليوم في الدراما اليوم ايه. اصلا انا وجابر هنا قاعدين نسمع اصوات ما قدرت انا عن نفسي كذا شوي ايوه سحب علي جابر كيف غازي قلت له اترك الكتاب روحت عنه
تركته ما قدرت لان قياسي يلعبوا برا وانا ما يصير نفس المره اما ان يسوون محاضرات يقول يا شباب هذه الساعه الى هذه الساعه جلسوا ولا احد يطلع برا على الساحه كل واحد يكتب مباراه انا اول تدري في الدراما الاولى والله فنان كذا شايف بالاقتراح يوم قالوا نفس الهواء قادر انتم ميتين في الدراما ما ادري ليش عشان جيت معكم انا ولا ايش والله شكلك الصلف انت السوس انت والله خلاص الدراما خلصين من اربع ايام بالله حاجه مبروك ليش ما قد كتبنا ولا شيء لا لا والله العظيم والله ما احنا سلمناها من بدري واخذنا النقاط كامله ما قلت انا جلست انا وخالد الشيباني وجانا بحور اللي غاب يمكن سعيد بس جانا بعدين علمنا الفكره الوضع طيب جابر كتبتها طيب؟ لا والله ما كتبتها اقول طيب ما قدرت بعدين دخلت فقره هذا الرجال بعدين دخلت فقره عبد الله القليغم وبدر مشاري هين اكتب قول لي هين اكتب بس ان شاء الله اليوم وقت المقاطعه لما نكون في غرفه النوم وقت المقاطعه نعم عجبتني الكلمه والله وقت المقاطعه يمكن طيب تخلص المقاطعه اليوم لا لا ما تخلص فرضا نخلص ضد المقاطعه ضد نخلص الى ان يوفوه ايش؟ طلباتنا صح؟ نعم ايش الطلبات اللي طلبناها؟ ما في شيء اسكت ما هو طلبات ايش طلبات؟ ايش طلبات؟ ما طلبنا شيء ها؟ اهم شيء بس اهم شيء معك الاحترام فقط ما تدري بس معه يا جابر انا اخوضه مع الخايضين يعني خويش خويش لا لا ان شاء الله انها تزين الامور ان شاء الله الامور تزين ان شاء الله هل وزعها طيب الان حق المبادرات الجايه؟ ما يوزع شيء وزعها اعطونا الفكره بعد كم يوم يجي يعطونا لا انا ما لا نبغاها اليوم احنا بكره ثلاثاء بكره اكتبها ولا انا بقص كذا تعرف حالي المره الجايه انا موجود شوف اللي شوف اللي فاهم الفكره بدل ما ادخل انا يدخل اي واحد عادي اوكي تعرف ايش؟ ايش؟ ابا المره الجايه لما نجتمع نجلس انت ما تفرق بين الوساد وبيني لا كذا بقص نفس الوساد يتكي علي ويتكي علي كلكم عندي سواسيه ثلاث كلها من فكرتي كلها من فكرتي كم اخذت مراكز كم؟ كلها الرابع خلاص الفكره الجايه عندي انا جرب ما اعرف ليش مع انه مفكر والله افكار انا جبت الاول قادر والله فكرتك والله جبت الاول بعدين جبت الرابع بعدين جبت الثالث يعني المره الجايه الثاني بعدين تعرف ايش لازم تجيب الاول بس بقول لك شوف شيء واحد ترى كلنا حظك حلو ربع واحد ايش الاول الى الرابع انا قلت من الاول مسيت الرابع خامس بعدين الثالث الى الرابع انت ضحكم لا 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 اله الا الله اول حاجه تفضل الشيخ اول حاجه شغل دق شغل موت